السلام عليكم. هنا القاهرة، يبدو أن عالمنا هذه الأيام ارتضت قواه العظمى أن يسير مغمض العينين نحو حافة، بل وتدفعه دفعا للسقوط إلى الهاوية. قوا يبدو أنها ملت الحرب بمفهومها الاعتيادي، سأمت مسيرات وقذائف، ضجرت بصواريخ وقنابل، وكأنها تلعب لعبة تود الارتقاء فيها إلى مستوى أعلى علّه يكون شيقا ممتعا ومنجزا، مستوى يستخدم فيه يورانيوم منضب، ولو كان ساما، ولو كان مشعا، ولو لوث الأرض لآلاف السنين لا يهم، ليأتيهم رد حاسم من الطرف الآخر بأن كيف تروننا، نحن أيضا نصنعه، نحن أيضا نمتلكه وسنستخدمه، والعين بالعين. لكن أسيكتفون بهكذا مستوى؟ أسيرتضون بها مكانة؟ أم سيحلمون للارتقاء لمستوى أعلى، لمستوى حرب نووية تخسف وتمحي، تبيد وتفني، حرب لا تبقي ولا تذر؟ أستنجر الأقدام دون وعي إلى هكذا حفرة؟ أم سنرى حكمة تخرج في لحظة دقيقة لتهدئ عالما كاد بصلفه وكبره أن يظلم نفسه بنفسه؟ وحينها بالطبع لن ينفع أبدا بكاء على لبن مسكوب. سلامنا الله وإياكم. هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الولايات المتحدة سترسل قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، مما يجعلها قادرة على اختراق دروع الدبابات الروسية وتدميرها خلال الهجوم المضاد الذي بدأته كييف قبل أسبوع. الصحيفة نقلت عن خبراء قولهم إن اليورانيوم المستنفد أو المنضب هو أكثر كثافة من الرصاص، مما يجعله مادة فعالة للقذائف المضادة للدبابات. وول ستريت جورنال أكدت أن إدارة بايدن كانت تناقش منذ عدة أشهر ما إذا كانت ستقدم القذائف إلى أوكرانيا بعد مخاوف بشأن آثارها البيئية والصحية، لكن مسؤولا في الإدارة قال إنه لا توجد الآن عقبات كبيرة أمام توفير تلك الذخيرة. المملكة المتحدة كانت أول حلفاء أوكرانيا الذين زودوا كييف بالذخيرة، والتي تستخدم في دبابات تشالنجر البريطانية المقدمة للقوات الأوكرانية. وول ستريت جورنال الأمريكية أفادت أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه من المهم بالنسبة لأوكرانيا تحقيق مكاسب حاسمة في هجومها المضاد، بينما لا يزال دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأوكرانيا قوياً. مطالب أوكرانية عدة بمواصلة الدعم العسكري لها، كان آخرها الإعلان عن إرسال قذائف اليورانيوم المنضب، ورغم مخاطرها على البيئة وصحة الإنسان، لكن ساحات الحرب لا تنشغل بهكذا أمور. صرخة استغاثة تطلقها أوكرانيا منذ بدء الحرب ضد روسيا، أملا في الحصول على أسلحة قوية تغير شكل الحرب استراتيجيا. وما بين القبول والتأجيل يتنوع الرد الغربي في كل مرة، فهل يخرس السلاح الغربي طبول الحرب إذانا بإعلان الحسم؟ نفق مظلم يبدو أن الحرب الأوكرانية وصلت إليه، إذ تعالت تحذيرات العسكريين الغربيين مع حديث الولايات المتحدة باقتراب إمداد أوكرانيا بقذائف دبابات تحتوي على يورانيوم منضب خلال الأسابيع المقبلة، إذ تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التشاور حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي ستقدمها واشنطن إلى كييف. فهل سيكون اليورانيوم المنضب بديلا لأبرامز؟ يبدو أن المفاوضات بين كييف وواشنطن بشأن قذائف الدبابات التي تحتوي على يورانيوم دائرة منذ فترة لقلب موازين القوى وإحداث تغير تكتيكي في الحرب،
فالصحف الأمريكية الآن تجزم بأنه لا عوائق أمام الموافقة على توريد اليورانيوم المنضب إلى كييف في تطور هو الأخطر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. ما يزيد التوقعات باقتراب تنفيذ هذه الصفقة العسكرية أن المتحدث باسم البنتاغون جارون جارن قال إن نحو 200 جندي أوكراني بدأوا تدريبات مشتركة على الأسلحة في منطقة تدريب غرافينوير، كما بدأ تدريب 200 آخرين على إعادة تزويد الدبابات بالوقود وصيانتها. تحذيرات كثيرة أطلقها مسؤولون أمريكيون وغربيون من خطر الأسلحة المقرر إرسالها على البيئة والصحة العامة، إذ يستخدم هذا النوع من اليورانيوم لزيادة قوة دروع المعدات العسكرية مثل الدبابات وصنع الذخيرة الخارقة للدروع. وتتمثل ميزة اليورانيوم في الذخيرة الخارقة للدروع في قدرته على الاشتعال عند الاصطدام واختراق الدروع. هذه المقذوفات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب تشكل خطرا محتملا على الصحة إذا دخلت المادة الجسم، سواء من خلال الشظايا أو عند الاستنشاق. فماذا عن سيناريوهات الحرب خلال الفترة المقبلة؟ وهل تطيل هذه الخطوة أمد الحرب أم تعجل بحسم المعركة؟ إذن أسلحة فتاكة وقذائف أكثر فتكا من اليورانيوم المنضب تعهدت إدارة بايدن بتزويد كييف بها إلى جانب عشرات الدبابات الأمريكية من طراز إبرامز، آخر التطورات في سلسلة الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا في مواجهة روسيا، لكن هذه المرة بوصول أسلحة ذات مكونات نووية. تداعيات ذلك ميدانيا وأيضا بيئيا وصحيا هو موضوع ملف اليوم. للمزيد من النقاش والتحليل اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي ملف اليوم على شاشة القاهرة الإخبارية. من القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية، ومن واشنطن لوري واتكنز المحللة السياسية ومستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ومن موسكو الدكتور أندري تشوبريغن الأكاديمي والخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، ومن كييف السيد إيفان يواس المستشار بالمعهد الوطني الأوكراني. أهلا بكم جميعا في ملف اليوم، واسمحوا لي أن أبدأ من القاهرة والدكتورة نورهان. دكتورة نورهان، ما الأسباب التي دعت الجانب الأمريكي للإعلان عن تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب؟ ما سر هذا الإعلان في هذا التوقيت بالذات؟ يعني هو طبعا يعني بيأتي حضرتك بعد بدء ما يسمى بالهجوم الأوكراني اللي هو بدأ في 4 يونيو، والصور بقى اللي تم تداولها للمعدات الأمريكية وطبعا ليوبارد الألمانية اللي تم تدميرها، فكان هذا التصعيد من الإدارة الأمريكية. ولكن عايز أقول لحضرتك أن أمريكا ليست الدولة الأولى التي تمد أوكرانيا بمثل هذه القذائف. سبق وأن قامت بريطانيا بإمداد
كييف بكمية من هذه القذائف، وكما قامت روسيا بالفعل بتدمير أحد مخازن هذه القذائف في منتصف مايو الماضي. ووفق بعض المؤشرات الأوروبية هناك تزايد في مستوى الإشعاع لدى الدول الأوروبية ذات الجوار مع أوكرانيا نتيجة هذا القصف أو التدمير الروسي للمخزن القذائف اليورانيوم المنظم. وبالتالي في هي خطوة بالتأكيد تصعيدية من الولايات المتحدة، ولكن بيمكن تفسيرها في ضوء الإخفاق الذي حدث للهجوم المضاد والرغبة في يعني تأكيد استمرار الدعم الأوكراني بتسليح أكبر. وعايز أقول لحضرتك أن عموما مستوى التسلح يتزايد، يعني احنا انتقلنا من الأسلحة الدفاعية إلى الأسلحة الهجومية، مدى الصواريخ بدأ ب 70 كيلومتر ثم أكثر من 100 كيلومتر، نتحدث الآن عن مدى 500 كيلومتر في الصواريخ. لأول مرة بدأ الحديث عن F-16، وقبلها طبعا الدبابات سواء ليوبارد أو إبرامز أو تشالنجر، يعني كلها كانت الحقيقة في خطوات تصعيدية، لكن هذا في من وجهة نظري هو أخطر تصعيد، ليس على مسألة العمليات العسكرية ولكن على سلامة وصحة المدنيين والسلامة البيئية بشكل عام. قد تنزلق إلى أكثر من ذلك، يعني قد نصعد إلى أكثر من ذلك. هو الحقيقة كان في تصريح واضح جدا من الرئيس بوتين أمس في لقائه مع المراسلين العسكريين، وقال أنه بالتأكيد طبعا هي الولايات المتحدة وبريطانيا ليست الدول الوحيدة اللي بتملكها، في طبعا فرنسا، في ألمانيا، في إسرائيل وأيضا روسيا، وقال صراحة أن روسيا تمتلك مثل هذا النوع من القذائف، وأن احنا لو اضطرينا إلى يعني لو تم استخدامها في مواجهة روسيا سوف ترد روسيا بالمثل، وهذا تصعيد في منتهى الخطورة. الأخطر الحقيقة هو تصريح الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، لأنه هو الحقيقة يعني أشار صراحة إلى إمكانية إنه استخدام بيلاروسيا للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا إذا تعرضت أيضا لهجوم من على أراضيها. وبالتالي هذا الحقيقة تصعيد خطير ومؤشر عموما في غاية الخطورة. وعايز أقول لحضرتك إنه ده كمان خطورة على سلامة الغذائية أو الغذاء العالمي، لأنه روسيا وأوكرانيا يعني أكبر مصدر، يعني روسيا أكبر مصدر للحبوب وأوكرانيا أيضا خامس أكبر مصدر للحبوب، وبالتالي في حالة وجود تلوث نووي بشكل أو بآخر بالتأكيد ده هيؤثر كثيرا على الصحة والغذاء العالمي. يعني نعم، اسمح لي أن أذهب إلى واشنطن والسيدة لوري ضيفتي الكريمة من هناك. سيدة لوري، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت عن أن البنتاغون مستعد لتزويد سلاح المدرعات الأوكراني بقذائف من اليورانيوم المنضب، ما دقة هذه المعلومات حتى هذه اللحظة؟ تحياتي إلى مشاهديكم وشكرا على استضافتي هنا اليوم. نعم، أظن أن هذه التصريحات دقيقة للغاية، حيث يقول زملائي هنا في الحوار أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي مدت أوكرانيا بقذائف بها مكونات يورانيوم منضب، فقد سبقت لها المملكة المتحدة بتزويد الدبابات الخاصة بها بمثل تلك القذائف، وكما رأينا على مدى الشهور الماضية أن هذه التصريحات التي تمت، وأرى أن عندما يتم عندما نرى كيف تتم الأمور في أرض المعركة، فنحن يمكننا أن نفهم أنه يجب أن تمر مدة قبل أن تقدم مثل هذه النوعية من الأسلحة وفقا لمعطيات الأمور، وأن يتم دعم القوات الأوكرانية بمثل هذه القذائف، فإن ذلك سيزيد من قدرتهم على التصدي للهجوم الروسي. وأود أن أوضح أن غدا سيكون يوما هاما للغاية، لأن كل وزراء الدفاع الناتو سيجتمعون سويا، سيجتمعون مع 25 من أكبر مصنعين أسلحة وسيناقشون نوعية
هذه الأسلحة التي سيكون لها دورا حاسما على أرض المعركة، وهذا النوع من الأسلحة قد يكون حاسما جدا للغاية على أرض المعركة، وسيقررون ما إذا كانت هذه الأسلحة مفيدة للجانب الأوكراني. وكما قلت كما قال زميلي سابقا أن الآن يحاول الجانب الأوكراني أن ينتقل من الدفاع للهجوم. لكن سيدة لوري، يعني ألا تخشين من سمية هذه الأسلحة بالنسبة للأراضي الأوكرانية؟ هذه الأسلحة سامة للغاية، يبقى تأثيرها على مدار آلاف السنين. نعم، سأنتقل لهذه النقطة بعد دقيقة، ولكن دعني أكمل أن هذه الأسلحة فعالة للغاية وطلبها منا الجانب الأوكراني لأنها فعالة جدا، وهي فعالة في اختراق الدروع الموجودة على الدبابات الروسية. وأنا أعلم أن لديك مخاوف من تأثيرها على الجانب البيئي، ولكن هذه الأسلحة لها تأثير كبير جدا على الجانب على أرض المعركة، وهذا ما يطلبه الأوكرانيون بشدة. وإذا ما تحدثنا عن جانب البيئة الذي نتحدث عنه، نعم قد يكون هناك تسرب من هذه الأسلحة إلى البيئة وإلى التربة، وقد يكون هناك تلوث بالمعادن الثقيلة، وقد يكون لذلك تأثير على الجسم ومخاطر للسرطان، وقد يكون هناك تأثيرات بيئية يجب أن تؤخذ على محمل الجد. ولكن هذه هي ضريبة الحرب، عندما تذهب للحرب فهذه هي التأثيرات التي تحدث من جراء الحروب. ودعني أن أقول كان يمكن أن ننأى بأنفسنا عن ذلك إذا ما لم يهاجم الروس أو بوتين أوكرانيا. لذلك يتوجب علينا على الرغم من ذلك أن نمد حلفائنا وبما في ذلك البريطانيين. طيب من حلفائنا اسمح لي عند هذه النقطة أود أن أعرف ما ردة فعل روسيا على هذا الأمر. اسمح لي أن أذهب إلى ضيف الكريم من موسكو الدكتور أندريا. الدكتور أندريا، ضيفتي الكريمة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن هذه الأسلحة اليورانيوم أو التي تحتوي على يورانيوم مضاد قد يكون لها تأثير كبير على البيئة أو على صحة الإنسان، لكن الأهم هو الحسم في المعركة لأن تأثيرها كبير للغاية. كيف ترد على ذلك؟ تعمل أثناء الحرب اعتبارات صحية أو اعتبارات طبيعية لا تحتل حتى المرتبة الأخيرة. كل شيء يعني مكرس للنصر. الآن واشنطن مهتم كثيرا بنجاح الهجوم المضاد الأوكراني، وبعد نشر الصور للدبابات الألمانية المدمرة يبدو أن هناك في قرار لتصعيد إمكانيات هجومية أوكرانية، وذلك مفهوم يعني. ونحن أنا شخصيا كنت أنتظر يعني التطور مثل ذلك. غصب علاوة على ذلك أقف عند هذه النقطة، أنت شخصيا كنت تنتظر هذا الأمر؟ نعم. إلى أي مدى تصل بتفكيرك؟ هل الأمر قد يتطور أكثر من ذلك بدلا من يورانيوم منضب قد نصل إلى حرب نووية؟ لا أعتقد أن ذلك يؤدي للحرب النووية، لأن اليورانيوم المنضب لا يستطيع بدء التفاعل السلسلي النووي، لذلك تأثير ذخائر اليورانيوم المنضب يأتي عبر نشر الغبار يعني الناتج بعد الاصطدام من الذخيرة بدير الدبابة. هناك كانت نشرت يعني العديد من البحوث عن وجود التأثير
لاستخدام هذه الذخائر بعد الحروب الخليجية وبعد حروب يوغوسلافيا، ولكن هناك لا يوجد توجد وجهة نظر موحد للمجتمع العلمي الدولي عن هذا التأثير. لذلك لا أتحدث يعني هنا عن تأثير اليورانيوم المنضب، أعلم تأثيره بالتأكيد، لكن أتحدث عن أن الأقدام قد تنجر إلى استخدام أسلحة نووية بالفعل. لا أعتقد أن ذلك سوف يتطور لاستخدام الأسلحة النووية، لا أعتقد. هناك في إشارات جامدة وإشارات حاسمة من جميع النواحي على عدم الاستخدام الأسلحة النووية في خلال هذه الحرب وخلال الحروب الأخيرة الأخرى، ولا أعتقد أن هناك في طرف أي طرف يعني في هذه الحرب يستطيع استخدام مباشر للأسلحة النووية القتالية. نعم، أذهب إلى الجهة الأخرى إلى كييف العاصمة الأوكرانية، وضيفي من هناك السيد يواس. سيد يواس، وفق تقارير أمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية ستزود أوكرانيا ب 31 دبابة إبرامز هذا العام 2023، بينما تضغط وزارة الدفاع لإرسال دروع وقذائف اليورانيوم المنضب مع هذه الأسلحة. ما سر إصرار البنتاغون على هذه الخطوة؟ مساء الخير من كييف. مساء الخير من كييف، وتحياتي إليكم وتحياتي إلى الضيوف والزملاء من واشنطن والقاهرة وموسكو. أولا أود أن أوضح أن النقاش عن استخدام الأسلحة المنضبة باليورانيوم بدأ في مارس الماضي، عندما وعدت المملكة المتحدة بإرسال مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، والآن قامت الولايات المتحدة بوعد مماثل لتسليح أوكرانيا بمثل هذه القذائف والأسلحة. أولا أود أن أوضح وفقا للتقارير التي لدينا، فهم وعدوا أن يقوموا بإرسال هذه الدبابات خلال 3 أو 4 شهور، ربما على الخريف تصل إلى أوكرانيا، وهذا نوع من المساندة لأوكرانيا. وأيضا قررت الولايات المتحدة بمساعدة حليفتها أوكرانيا بالقذائف المنضبة باليورانيوم. أنا لا أعلم إذا ما سيقود ذلك إلى تصعيد، ولكني أوافق مع الضيف من موسكو أن هذا لن يكون مدعاة لحرب نووية. نعم، حتى هذه اللحظة يعني ألا تخشون كمواطنين أوكران أن تتلوث البيئة الأوكرانية، الأرض الأوكرانية، بهذه الأسلحة اليورانيوم المنضب؟ يعني كارثة تشيرنوبل الشهيرة ما زالت آثارها حتى هذه اللحظة. بالطبع أنا أتذكر حادثة وكارثة تشيرنوبل، لقد كنت في كييف، كنت أبلغ من عمر 14 عاما وأتذكر كل ما حدث، ولكن في الحرب الحالية فإن مثل هذه المخاطر فإنها تحدث وتحدث في محطة نووية التي استهدفت من قبل في زابورجيا، ولكن استخدام مثل هذه الأسلحة المنضبة باليورانيوم لن تسبب مثل هذا التأثير. نعم هناك خطر يلوح في الأفق، ولكنه ليس خطيرا جدا نتاج استخدام هذه القذائف التي تم تنضيبها باليورانيوم، ولا أظن أن لن يكون لها تأثير كبير على الأمن الغذائي وعلى المحصولات الزراعية. لذلك
فأنا لا أتوقع أن يكون هناك تأثير سلبي كبير من جراء استخدام مثل هذه الأسلحة. نعم، لن يكون لها تأثير على الأمن الغذائي في الداخل الأوكراني. أذهب مباشرة إلى ضيفتي من القاهرة الدكتورة نورهان. ودكتورة نورهان، كيف يمكن لهذه الأسلحة أن تمنح أوكرانيا ميزة بالفعل في معارك الدبابات كما وصفت ضيفتي الكريمة من الولايات المتحدة الأمريكية معارك الدبابات التي تشن حاليا أو تقوم حاليا أوكرانيا بهجومها المضاد لطرد القوات الروسية من الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا؟ والواقع أن الولايات المتحدة هي أول من يعني أو صنعت هذا النوع من القذائف في السبعينات، وكانت بتطلق عليه قاتل الدبابات. وهذا اللفظ أو هذه التسمية ليست من فراغ، لأنه هذا النوع من القذائف لا يحدث مجرد عطل ممكن إصلاحه في الدبابة، ولكن بحكم يعني التكوين بتاعه الاصطدام والاشتعال والشحذ الذاتي بيؤدي تقريبا إلى دمار كامل للدبابات، ومن هنا جاءت تسميته بقاتل الدبابات. طبعا في تفوق واضح جدا من الجانب الروسي في يعني إذا جاز التعبير حرب الدبابات حتى اللحظة، وبالتالي التزويد الدبابات الأمريكية والبريطانية بهذا النوع من القذائف الحقيقة بيهدف إلى أمرين: إحداث قدر من التفوق الأوكراني على روسيا في المواجهة بالنسبة للدبابات، والأمر الثاني حماية الدبابات البريطانية والأمريكية نفسها. لأنه الحقيقة المشاهد اللي تم الإعلان عنها بالتأكيد كانت صادمة، وحتى على السوشيال ميديا في ألمانيا وفي غيرها بدأ التداول على نطاق واسع يعني وانتقادات بشكل أو بآخر، وبالتالي كان لابد من يعني خطوة ما تحمي هذه الدبابات لعاملين، طبعا إلى جانب الصورة يعني عن السلاح الغربي في نقطتين مهمين لا يجب ان احنا نغفلهم. النقطة الاولى هي ان احنا امام سوق للسلاح، وهذه المشاهد تضر بشكل مباشر في مبيعات السلاح الغربية بشكل عام. يعني الامر ان في نوع من يعني قدر من التفوق السلاح الروسي، هذا امر اعتقد صعب جدا على الغرب بشكل عام أن يتقبل. النقطة كيف تضر بسوق السلاح دكتورة نورهان؟ لأنه التنافسية إذا حدث تغلب للسلاح الروسي أو للدبابات الروسية على نظيرتها الأمريكية والبريطانية، فده هيؤدي إلى رواج، يعني هي نوع من الإعلان غير المباشر عن الأسلحة الروسية أو استعراض غير مباشر لهذا للأسلحة، وبالتالي هيقل الإقبال بدون شك على طبعا هناك عوامل أخرى كثيرة بتحكم سوق السلاح، ولكن هذا أحد العوامل يعني هتفقد مصداقيتها ورونقها. ولا ننسى انه تم ايضا تدمير منظومه باتريوت، وكان الحديث عن تفوق منظومه اس 400 وبالتاكيد اس 500، يعني احنا امام تنافسيه في سوق السلاح. النقطه الثانيه والاخطر ان يتم نقل يعني ما تحصل عليه روسيا من يعني غنائم اذا جاز التعبير من الدبابات الغربيه الامريكيه والبريطانيه وغيرها، ده يعني بيمكنها من كشف هذه التكنولوجيا ويعني بشكل أو بآخر معرفة أسرارها لمواجهتها ولمزيد من التطوير السلاح الروسي لمواجهتها سواء دبابات أو غيره. وده الحقيقة أمر أيضا تخشاه الولايات المتحدة وبريطانيا، لأن في كل دول العالم بتحاول أن تحافظ على التكنولوجيا العسكرية وأسرارها بشكل يسمح لها بتفوق ما في حالة المواجهة أو المعارك. الحقيقة النقط دي طبعا واضحة جدا، وأعتقد أنها في ذهن صانع القرار الغربي بشكل عام. والحقيقة يعني كان لي تعليق على مسألة الأضرار المتعلقة بهذا النوع أو باستخدام اليورانيوم المنضب. لا يعني هذا السلاح في منتهى الخطورة. عايز أقول لحضرتك أن الولايات المتحدة هي الوحيدة اللي استخدمت 2300 طن في العراق ما بين 90 ثم 2003،
2003 استخدمت حوالي 2000 طن من اليورانيوم المنضب، في صرب استخدموا 10 طن من اليورانيوم المنضب، وايضا في ليبيا. وعايز اقول لحضرتك ان تاثيراته في الفلوجة، لان الفلوجة هي كانت اكتر مدينة استخدمت فيها في العراق، ما زالت حتى اللحظة 15% من اطفال الفلوجة بيعانوا تشوهات خلقية نتيجة يعني اليورانيوم المنضب. فهو امر في منتهى الخطورة بيئيا وصحيا وانسانيا، فلا يجب ان نستهين به وباستخدامه، لان له تداعيات، وما زالت التداعيات في العراق وفي صربيا وايضا في ليبيا ما زالت حاضره حتى اللحظه. نعم. اذهب الى ضيفتي الكريمه من الولايات المتحده الامريكيه السيده لوري. سيده لوري، يعني ضيفتي من القاهره الدكتوره نورهان ذكرت ان صانع القرار الامريكي يمد اوكرانيا بهذا السلاح اليورانيوم المنضب، لان الامر في الاساس هو تنافسيه في سوق السلاح العالمي. الى اي مدى تتفقين مع هذا الامر حتى لا يتفوق بالطبع السلاح الروسي؟ Do you agree with that, Ms. Atkins? نعم. لن اعلق على فكرة التنافسية الخاصة التي ذكرت عن التنافس بين صناع السلاح عالميين. سألق على الجزء الخاص بالتأثيرات التي تحدث للشعوب نتيجة استخدام مثل هذه النوعية من أسلحة لقد كان من الجيد ألا ننجر إلى مثل هذه النقطة وأن نلجأ لاستخدام مثل هذه الأسلحة، لأن استخدام مثل هذه الأسلحة كما قالت زميلتي من القاهرة، مثل هذه الأسلحة عالية الكفاءة، ولكن الأوكرانيين هم بحاجة لها، وربما سيعطيهم ذلك أفضلية على الجانب الروسي، وكنت أتمنى أن يحصلوا عليها في الماضي. نعم، أعلم أن السبب وراء هذه الدفعة وإرسال مثل هذه النوعية من الأسلحة هو بسبب المعركة التي تحدث الآن، وتوجب ذلك تدريب الأوكرانيين على الدبابات من نوعية برامز. ثم في أثناء ذلك نحن نتحدث على الطائرات F-16، والتي أيضا إذا ما قمنا بتزويد الأوكرانيين بها فنحن بحاجة لتدريبهم على كيفية استخدامها، لأن بها أسلحة معقدة للغاية. لذلك أود أن أشير أن هذا هو ما لدينا الآن، هذه الخرائط التي أمامنا. فالحلفاء يودون إمداد الأوكرانيين بهذه الأسلحة، ونعم يحدث تداعيات وتحدث تبعات، هذه التبعات قد تصيب الشعوب، ولكن مثل هذه القرارات بتزويد الأوكرانيين مثل هذه النوعية هي أمر لا بد منه ولا مفر منه من أجل التصدي للهجوم الروسي. نعم، أعود إلى الجزئية التي لم تريدي الإجابة عليها، إلى ضيفي من موسكو الدكتور أندريا. ودكتور أندريا، قالت ضيفتي من القاهرة أن صانع القرار في العالم الغربي يعني يدعم إمداد أوكرانيا بهذا السلاح اليورانيوم المنضب، لأن هناك تنافسية في سوق السلاح حتى لا يتفوق السلاح الروسي. هل تتفق مع هذا الأمر أم لا تريد أيضا التعليق كما ضيفتي من أمريكا؟ طبعا هناك يعني نسبة من الحقيقة في هذا الإعلان، لأنه طبعا صورة المدرعات الغربية المدمرة على المعركة لا تضيف إلى سمعة هذه الأسلحة في السوق العالمية، ولكن هذا النسبة صغيرة جدا، لأنه كل من المعروف أن المدرعات مهما كانت متقدمة تدمر أثناء المعارك. أعتقد أنه قرار تزويد أوكرانيا بذخائر مع اليورانيوم المنضب متعلق يعني أول شيء وأهم شيء بالنية لتشكيل الظروف حيث روسيا تخسر في هذه المعركة.
وهذه النية، هذه الاعتقالات هي تتفوق على جميع الاعتبارات الأخرى. لذلك ولكن هناك هذا الموضوع لها طرفين، لأنه أعتقد أنا لست خبير عسكري، ولكن أعتقد أن روسيا لها برضو هذه مثل هذه الذخائر مع اليورانيوم المنضب. وأنا خائف أن هذا التبادل بقصف الذخائر مع المزودة باليورانيوم المنضب سوف تتزايد كمية، وذلك في الأخير سوف تشكل الخطورة لا عودة منها للبيئة الطبيعية في الأراضي حيث المعركة تجري الآن. نعم، أذهب إلى الجانب الآخر، إلى كييف العاصمة الأوكرانية، والسيد يواس ضيف الكريم من هناك. سيد يواس، هل بالفعل تستطيع الأسلحة التي تتضمن يورانيوم منضب أن تحسم المعركة، أن تقلب موازين المعارك في الداخل الأوكراني بالفعل؟ لا أظن أن هذا سيكون له تأثير كبير، ولن يحدث فرق كبير. فالقوات الروسية تستخدم اليورانيوم المنضب في قذائفها، وأوكرانيا تستخدم أيضا اليورانيوم المنضب في قذائفها منذ 3 أشهر عند استلامها من المملكة المتحدة، والآن هم سيستخدمون القذائف الأمريكية. ولكني أظن أن من استخدام مثل هذه الأسلحة لن يكون لها تأثير فعال أو يحدث فارق على أرض المعلقة في المدة القادمة. ولكني أظن أن الطائرات F-16 والF-18 ربما مثل هذه الأسلحة سيكون لها تأثير أكبر بكثير من استخدام أسلحة ذات تنظيم باليورانيوم. لكن الرئيس الروسي سيد الفاضل ذكر في شهر مارس الماضي عندما أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بالأسلحة التي بها يورانيوم منضب، ذكر أن أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة سيعملون في الواقع ضد شعوبهم وسيلوثون أرضهم. كيف ترى هذه الجملة التي ذكرها الرئيس الروسي؟ Putin and his surrounding always try to إن بوتين وحاشيتهم يحاولون الضغط على الدول الغربية والضغط على حلفائنا على الله يعطوا كييف الأسلحة. إنه لا يهتم بالبيئة، هو يقول ذلك فقط من أجل الضغط على الحلفاء وأن يقوم ب الضغط عليهم حتى لا يعطوا كييف الأسلحة. لقد قال في 25 فبراير السنة الماضية، لقد طلب من كل الدول، لم يذكرهم بالاسم، ولكنه طلب منهم ألا يعطوا أسلحة إلى أوكرانيا. ولكن هذه الدول قامت بمساعدة أوكرانيا، وهم يساعدون أوكرانيا الآن أكثر مما مضى. لذلك فهو يقوم بعمل مثل هذه التصريحات من أجل عدم تسليح أوكرانيا، والأمر لا يتعلق بأي حال من الأحوال بالبيئة، إنه لا يهتم بمثل هذه الأمور. نعم، أعود إلى ضيفتي من القاهرة الدكتورة نورهان. دكتورة نورهان، ألفت أن إعلان الخطوة الخاصة بقذائف اليورانيوم المنضب حاليا في وسائل الإعلام الأمريكية مثل وول ستريت جورنال جاءت عقب إعلان الجانب الروسي أنه سيطر بالفعل على نحو 30% من السلاح الغربي الذي قدم إلى كييف. هل وراء ذلك جانب من حرب إعلامية، أو نستطيع القول حرب نفسية في الحرب في أوكرانيا؟
بالتأكيد، وحفظ ماء الوجه للإدارة الأمريكية. الحقيقة الرئيس بايدن بيواجه بانتقادات شديدة وضغوط أيضا شديدة تتعلق يعني الجدوى الحرب في أوكرانيا، وخصوصا في وقت في حديث عن مسألة سقف الدين وضغوط الجمهوريين لخفض يعني بعض أوجه الإنفاق. صحيح أن هناك توافق عام بين الديمقراطيين والجمهوريين على دعم أوكرانيا، ولكن هناك الكثيرين بيطرحوا التساؤل حول جدوى هذا الدعم حتى اللحظة، والأهم مدى جدوى الاستمرار في الدعم مستقبلا. وبالتالي الإدارة الأمريكية بالتأكيد في وضع حرج، لأن حتى اللحظة لا يوجد إنجاز مهم وكبير على الأرض تبرر به كل هذا الحجم من الإنفاق. يعني وفقا للتقديرات الأوكرانية نفسها، تم دعم أوكرانيا العام الماضي 2022 بأكثر من 100 مليار دولار، يعني أوجه مختلفة من الدعم، وبالتالي لابد أن يكون لهذا الدعم مردود، وإلا ستواجه الإدارة الأمريكية وأيضا يعني الإدارات والنخب في أوروبا تساؤلات عدة حول ما هو جدوى هذا الدعم، والأهم جدوى الاستمرار فيه. وهذه طبعا دول ديمقراطية يحاسب فيها تحاسب فيها الإدارات. دكتورة نورهان، اسمح لي أن أذهب إلى العاجل الذي وردنا الآن. هناك ضربات جوية من الطيران الروسي في العاصمة الأوكرانية كييف هذه اللحظة، ولا يعني هناك دوية لصافرات الإنذار تدوي في كييف، والسكان بالتأكيد يلجؤون إلى الملاجئ. هل هذا الأمر ردا على الخطوة الأوكرانية؟ هو الحقيقة في روسيا بنك أهداف معروفة في أوكرانيا، وهذا البنك يتضمن أهداف عسكرية عدة، بعضها يتم الإعلان عنه والبعض لا يتم الإعلان عنه. يعني على سبيل المثال مخزن اليورانيوم المنضب الذي تم قصفه وتدميره في منتصف مايو، لا أعتقد أنه تم الإعلان عنه على نطاق واسع. وبالتالي هذه العمليات يعني تأتي كما ذكرت وفق أجندة روسية معينة للأهداف ولحيويتها، وبالتأكيد كل تصعيد غربي أو أمريكي أو حتى أوكراني لابد أن يقابله في المقابل تصعيد في الضربات والعمليات العسكرية الروسية. نعم، أذهب إلى ضيفتي الكريمة من واشنطن السيدة لوري. سيدة لوري، التطورات الأخيرة تزامنت مع تحذير الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو من استخدام السلاح النووي حال الاعتداء على بلاده. ما سر هذا التلويح بالسلاح النووي؟ وهل بالفعل دخلت الحرب مرحلة جديدة، مرحلة نستطيع القول أنها مرحلة نووية، أو سنذهب إلى هذه الخطى؟ كلا، لا أظن أننا نسير في ذلك الاتجاه. أظن أن ذلك هو جزء من الدعاية أو الحرب الدعائية من بوتين. كما قال زميلي أنه لا يهتم. أتحدث هنا عن لوكاشينكو وليس بوتين. نعرف أن بيلاروسيا نعم yes please. فإن روسيا على حدود ليتوانيا ولاتفيا وبولند، وهذه الدول قريبة منهم، وعندما يهدد لوتشينكو بحرب نووية، وعندما يذكر أن ذلك أن هذه الأسلحة أكثر 100 مرة تدميرا من هيروشيما، فهذه لغة غير مقبولة. هذا تهديد ويثير للاستفزاز، ومثل هذه التصريحات ستؤدي إلى حروب، وهذا ليس في صالح روسيا. ولكن بوتين يقوم باستخدام بيلاروسيا من أجل حربه الدعائية، وهذا
هذه المعركة وهذه الحرب بدأت بسبب بوتين، هذا كل ما في الأمر. نعم، أعود مرة أخرى إلى موسكو الدكتور أندريا ضيف الكريم من هناك. دكتور أندريا، اليورانيوم المنضب يشكل بالتأكيد خطرا محتملا على الصحة العامة، سواء من خلال الشظايا أو عند حتى الاستنشاق، وفق ما ذكرته وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية. هل يمكن منع الطرفين من استخدام هذا النوع من السلاح لتجنب المخاطر بأي شكل كان؟ هل يمكن هذا الأمر؟ هل يمكن أي أمر؟ منع الطرفين من استخدام هذه الأسلحة بأي شكل كان، بتدخل من الأمم المتحدة أو بأي طرف دولي؟ هذا سؤال جيد جدا، ولكن ليس هناك الرد على هذا السؤال. الأمم المتحدة بالتأكيد لا تستطيع منع أي شيء في أي مكان، لأنها فاشلة في جميع النواحي لضبط الأزمات يعني في العالم. لا أعتقد أن هناك في قوة لمنع الأطراف الطرفين لاستخدام مثل هذه الأسلحة. الآن الوسيلة الوحيدة هي إيقاف المعركة، إيقاف القتال يعني عن طريق المناقشات، ولكن لا أرى الآن في هذه اللحظة. تقصد أنه يعني الأمر الواقع يؤكد على منطق القوة، القوي يفرض منطقه أو يفرض أسلوبه في أو السيناريو الخاص به في القتال. طبعا لا شك في ذلك. طيب اسمح لي أن أذهب إلى العاصمة الأوكرانية كييف والسيد إيفان من هناك، ويعني أسأل عن نفس السؤال لكن بمغزى آخر أو بطريقة أخرى. وفقا لبرنامج الأمم المتحدة البيئي، فإن السمية الكيميائية لليورانيوم المنضب هي الخطر الأكبر بالتأكيد، ويمكن أن تسبب إما فشلا كلويا وإما أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض السرطان، بالتأكيد تضر بالبيئة وبالزراعة في أوكرانيا. كيف يمكن تجاهل هذه المخاطر بالنظر لقرار الإدارة الأمريكية وقبلها البريطانية بتزويد كييف بها؟ بالطبع نحن قمنا بالنظر في التأثير العلمي للأسلحة المخصصة بالإيرانيوم. نحن نعلم ذلك، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة وأبحاث مختلفة على هذه المشكلة عن تأثير اليورانيوم المنضب، ولكني أستطيع أن أقول أن هناك آثار سلبية لاستخدام مثل هذه الأسلحة الخطيرة، والجانبان الجانب الروسي والجانب الأوكراني يقومون باستخدام مثل هذه الأسلحة، وهذا يكون له تأثير بالطبع على البيئة. وإذا ما كان هناك تأثير سلبي على البيئة، ولكن إذا كان هناك تأثير مؤكد على البيئة من جراء استخدام هذه الأسلحة، فلا أظن أن حلفائنا سيقومون بإمدادنا بمثل هذه الأسلحة لنا، لأنهم مساءلون بواسطة المجالس الشعبية في دولهم. طيب وفي حكوماتهم. اسمح لي أن أعيد عليك سؤالي الذي ذكرته لضيفي من موسكو، أعيده مرة أخرى. هل من الممكن أن يعني يقوم أي طرف بالضغط على الطرفين المتنازعين في أوكرانيا من أجل منع استخدام هذه الأسلحة، وليكن الأمم المتحدة، أم أنك لا ترى أن هناك تفاؤلا بخصوص الأمم المتحدة في هذا الأمر؟ لا أظن ذلك، لست واثق من ذلك. لا أظن أن هناك أي جهة يمكنها أن تمنع الجانب الروسي أو الجانب الأوكراني من استخدام مثل هذه الأسلحة. للأسف هذه حرب، وأنا أتفق مع زميلي من موسكو، الحل الوحيد هو أن نوقف الحرب، هذا هو الحل الوحيد، لأن
استخدام مثل هذه الأسلحة مثل استخدام أي سلاح آخر. نعم هذه الأسلحة ذات تخصيب باليورانيوم، الكل يعلم إن موجود بمثل هذه الأسلحة يورانيوم ملضب، ولكنه ليس يورانيوم مشع، لذلك لا أظن أن الأمم المتحدة بإمكانها أن توقف أي من الطرفين على استخدام مثل هذه الأسلحة. طيب. سؤال الأخير إلى ضيفتي الكريمة من القاهرة الدكتورة نورهان. دكتورة نورهان، هل تتوقعين عندما يعني ينظر أي أحد من البشر إلى جزئية اليورانيوم المنضب، يوجد هناك تخوف من أن يتطور الأمر إلى حرب نووية، هل من الممكن أن يحدث ذلك في المستقبل القريب أو البعيد إذا استمر الصراع في أوكرانيا على هذا النحو المتصاعد؟ الواقع ما عادش شيء بعيد، يعني رغم أن الزملاء من جميعا توافقوا على أن الحرب النووية أمر بعيد الاحتمال، لكن الواقع أن تطورات الأحداث بهذا الشكل أصبحت بالفعل خطيرة. السلاح النووي لو استخدم لن يستخدم بالشكل اللي كان تقليدي اللي هو الشامل المدمر العالم كله، هناك أسلحة تكتيكية نووية بتستخدم على نطاق محدود، وكذلك الحال القذائف اليورانيوم المنضب. يعني حجة الدول اللي استخدمتها ومنها طبعا الولايات المتحدة أنها لا تحدث نفس الأثر للقنبلة النووية من حيث الاتساع الجغرافي ومن حيث حجم الإشعاع، لكن صحيح اليورانيوم المنضب أقل إشعاعا بنسبة حوالي 60% من اليورانيوم العادي، ولكن يظل فيه نسبة إشعاع كبيرة جدا، جزيئات والنظائر المشعة الموجودة في اليورانيوم موجودة وإن كانت بنسب أقل فيه، وبالتالي استخدام هذا اليورانيوم المنضب يجعل احتمال استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أمر وارد الاحتمال وغير مستبعد على الإطلاق. الحياة العقيدة النووية الروسية واضحة جدا، إذا تعرضت روسيا لخطر وجودي حتى باستخدام أسلحة تقليدية ليست نووية سترد روسيا باستخدام السلاح النووي. هذه عقيدة واضحة منشورة في 2020 وموجودة ومتاحة، والحياة كانت يعني روسيا أشارت إليها أكثر من مرة وكثير من المسؤولين الروس أكدوا عليها، وبالتالي لا شيء مستبعد. ومن المهم بضم صوتي لصوت الزملاء، من المهم وقف الحرب وإلا لا نعلم جميعا إلى أين نتمنى ستخصنا. بالتأكيد أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية، كنت معي من القاهرة، ومن واشنطن السيدة لوري واتكنز المحللة السياسية والمستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ومن موسكو الدكتور أندري تشوبريغين الأكاديمي والخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، ومن كييف بأوكرانيا سيد إيفان يواس المستشار بالمعهد الوطني الأوكراني. شكرا لكم جميعا، وبالتأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام، شكرا جزيلا على طيب المتابعة، هذه تحياتي كمال ماضي، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر، في أمان الله.